السلام عليكم شباب، أولى ثانوي معاكم مستر محمد مجد. احنا الفترة دي طبعا هنبدأ نحل المحافظات بتاعة المعاصر، وبعد كده نبدأ نشوف برضو هنحاول واحنا بنحل في المحافظات ناخد من المودلز ونحط أسئلة كتاب المدرسة إن شاء الله بإذن الله. نبدأ كده أول سؤال عندنا: if 1 plus i power 4 time 1 plus i power 7 equal x plus y i، عايز x plus y. طيب أول حاجة بس كده احنا عايزين نجيب الشكل ده في السيمبلز فورم بتاعه. طيب ما انا عندي الاي باور 4، طب احنا عارفين ايه؟ احنا عارفين ان الاي باور 2 بنيجاتيف 1، وعارفين ان الاي باور 3 بنيجاتيف اي، وعارفين ان الاي باور 4 ب 1. طيب اي رقم مالتيبل لل4 بيبقى الانسر بتاعه 1. طب الاي باور 7، ما الاي باور 7 دي علشان اجيبها في السيمبلست فورم هعمل ال 7 ديفايدد باي 4، هعمل ال 7 ديفايدد باي 4. فهنا ال 7 ديفايدد باي 4 ده ادم الريميندر طلع رقم 0.75، ده معناه ان الانسر هيبقى ايه؟ هيبقى اي باور 3، اللي هو عباره عن كام؟ اللي هو عباره عن نيجاتيف اي، عباره عن نيجاتيف اي. يبقى اول حاجه كده انا عندي اي باور 4، طب الاي باور 4 دي احنا قلنا بكام؟ ب 1. يبقى هنا عندي 1 بلس 1 ماينس و تايم 1 ماينس الاي باور 7، قلنا اللي هي بكام؟ اللي هي بنيجاتيف اي، يبقى بلس اي. الكلام ده ايكوال اكس بلس واي اي. طيب اول حاجه ده هنا 2، 2 تايم مين؟ 1 بلس اي ايكوال اكس بلس واي اي. طيب ندخل ال 2 دي على البراكت ده كله، يبقى 2 تايم 1 ب 2 و2 تايم اي ب 2 اي، الكلام ده ايكوال اكس بلس واي اي. طيب مبدئيا كده اكس عندي الريل بيبقى ايكوال الريل، يعني الاكس ايكوال 2، والايمج ايكوال الايمج، يعني الواي هي كمان ايكوال 2، يبقى 2 بلس 2 اللي هو ايكوال كام؟ اللي هو ايكوال 4 لتر سي. if 2 over l and l 2 over m are the roots of the equation x square minus 8x plus 4 equal 0 then ال l time m. طب هو عايز l time m. طيب يبقى انا معايا equation اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن x power 2 minus 8x plus 4 equal 0. ال equation دي 2 roots بتاعتها، واحد اسمه 2 over l، واحد اسمه 2 over m، وهو عايز ال m. طيب ادام عايز ال m ده، طيب الشكل ده ازاي يوصل منه لل ال m؟ لو عملت ما بينهم تايم. يبقى انا اول حاجه بس كده، اول لما الاقي شكل زي ده لازم يبقى معايا مين؟ لازم يبقى معايا ال a وال b وال c. ال a هنا بكام؟ ب 1. ال b بكام؟ بنيجاتيف 8، ما هو ال b هي الكوفيشنت اوف ال x، وال a هي الكوفيشنت اوف ال x سكوير. طب ال c 4. طيب احنا اتفقنا ان انا هجيب برودكت. طيب البرودكت هنا هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن c over a اللي هي 4. طب البرودكت من التو روتس هتبقى 2 over l تايم 2 over m اللي هي كام؟ بنعمل اللي فوق تايم بعض ولا تحت تايم بعض؟ يبقى 2 تايم 2 ب 4 و l تايم m ب l m. طب احنا كنا لسه جايبين البرودكت ب 4 وجبناه من الرول ب 4 over l m، يبقى 4 over l m equal 4. طب ما ال 4 دي اصلها 4 over 1، نعمل cross multiplication تطلع ان ال LM equal كام؟ ال LM equal 1. يبقى احنا طلعنا ان ال LM equal 1 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر C. triangle ADE similar ل triangle ABC، تمام، وكانت ال AD equal 4 وال AB، فين ال AB؟ ال AB ده كله ب 6، تمام، وكانت ال CE ب 1.5. طب انا عايز ال AE. هو انا اول حاجة مش التو تراينجلز دول اللي هو الاي دي اي سيميلر للاي بي سي؟ اه يا مستر. طب ما انا خلاص، طب ما انا اقدر اطلع ايه؟ اقدر اطلع من السيميلاريتي بروبورشنال الاي دي، طبعا بنكتب الليترز تحت بعض، الاي دي هتبقى اوفر مين؟ اي بي. الدي اي اوفر مين؟ بي سي. طب الاي اي اوفر مين؟ اي سي. طب مين الاي دي؟ 4. طب مين الاي بي؟ هو مديهولي ب 6. ال DE وال BC مش عندي ومش عايز حد منهم. طب ال AE ده اللي انا عايزه. طب ال AC، انا لو كتبتها AC هيبقى عندي 2 unknown. طب انا ممكن امستر اعملها كده AC plus CE اللي هي كام؟ 1.5، مش انا حبايبي عايز ال AC ده كله؟ طب ما انا معايا ده ال AE، طب وده 1.5، يبقى ال AC AE plus 1.5 عشان يبقى عندي 1 unknown. نعمل cross multiplication 6 تايم ال AE ب 6 AE، 4 تايم AE بلس 1.5
طيب يبقى 6AE، طيب ادي 4 تايم ال AE ب 4AE، 4AE يبقى ده كده 4AE بلس 4 تايم 1.5. طب هي ال 4 تايم 1.5 دي بكام؟ 4 تايم 1.5 ادتني 6. طيب بعدين يا مستر نجمع ال AE مع بعض، دي كانت 4AE بوزيتيف، تيجي هنا تبقى نيجاتيف، يبقى 6AE ماينس 4AE، الكلام ده ايكوال 6، 6 ماينس 4 ب 2، يبقى 2AE ايكوال 6، يبقى ال AE ايكوال كام؟ 6 ديفايد باي 2 اللي هي ايكوال كام؟ 3 سنتيمتر اللي هي كانت لتر E. If ال L and ال L square are the roots of the equation x bar 2 minus bx plus ال 8 equal 0 then ال B equal. طيب مبدئيا بس كده انا عايز اتفق معاك اتفاق، انا دلوقتي عايز ال B صح؟ طب ما ال B دي ليها علاقة بالصم، طب انا لو عملت الصم بتاع ال 2 roots هيوصلني لحاجة؟ لا، لان انا معيش ال 2 roots، يبقى انا عشان اوصل لل 2 roots لازم يبقى عشان اوصل لل B لازم يبقى معايا ال 2 roots. طب عشان اوصل لل 2 roots لازم استخدم البرودكت لان هو اللي يعني هو اللي موجود. طيب انا اول حاجه دي اكس سكوير ماينس بي اكس بلس 8 ايكوال 0، يعني الاي ايكوال كام؟ 1، البي ايكوال نيجاتيف بي، السي ايكوال كام؟ 8. طب احنا اتفقنا ان احنا هنبدا بمين؟ بالبرودكت اللي هو سي اوفر اي اللي هو 8 يعني. طيب مين البرودكت من التو روتس؟ البرودكت يا مستر من التو روتس هو ال تايم ال سكوير، يعني ال بار 3، يعني احنا دلوقتي بنقول له ان ال ال بار 3 ايكوال 8 صح؟ مش ده البرودكت من التو روتس وده البرودكت من الرول؟ طيب الباور 3 ده بيروح السايد التاني يبقى كيوب روت، يبقى ال ال ايكوال كيوب روت لل 8، يبقى ال ال بكام؟ ب 2. يبقى لما يبقى ال ال ب 2 هيبقى ال ال سكوير بكام؟ ب 4. طيب يعني انا اقدر دلوقتي اطلع السام السام بتاع التو روتس اللي هو 2 بلس 4 اللي هو كام؟ 6. طب بسم السم بتاع التو روتس من الايكويشن كان كام؟ نيجاتيف بي اوفر اي، يعني نيجاتيف النيجاتيف بي يعني بوزيتيف بي اوفر 1، يعني ده معناها ان البي بكام؟ ده معناها ان البي ايكوال 6 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. انتراينجل اي بي سي لو كان الاي دي بايسكت للانتيريور انجل بتاعت الاي، وكان الاي سي ايكوال اكس، وكان الاي بي ايكوال اكس بلس 4، وكان الدي سي ايكوال 3 والدي بي ايكوال 5 زين الاكس. طيب احنا قايلين له سنس كده في الاول ان الاي دي بايسكت مين للانجل سي اي بي، يعني ده كده بايسكت الانتيريور انجل. طب بيديني ايه؟ بيديني ان الاي بي اوفر الاي سي ايكوال بي دي اوفر دي سي، اي بي اوفر اي سي بايكوال بي دي اوفر دي سي. طب مين الاي بي؟ x بلس 4. طب مين ال AC؟ x. طب مين ال BD؟ 5. طب مين ال DC؟ 3. نعمل cross multiplication يبقى ال 3 دي هتدخل على ال x وعلى ال 4 وال 5 تايم x، 3 تايم x ب 3x، 3 تايم 4 ب 12، الكلام ده equal 5x. نجمع ال x مع بعض في سايد يبقى 5x minus 3x، الكلام ده equal 12، يعني 2x equal كام؟ equal 12. طب ما 2 دي تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى ال x equal 12 divided by 2، يبقى ال x equal كام؟ يبقى ال x equal 6 اللي هي letter B. If AB is a tangent to the circle M، يعني أنا عندي circle اسمها M، ال AB ده كان tangent للcircle دي وكان ال power of the point equal 25، زين ال AB ايكوال كام؟ احنا متفقين ان ال power of the point A respect to the circle M at the tangent power 2، يعني الكلام ده هيبقى ايكوال كام؟ 25، يعني ده معناها ان ال AB square ايكوال 25. طب ما ال power 2 ده يروح السايد التاني، طبعا مش هيروح هنا positive or negative لان ال AB ده length، فيبقى square root لل 25، يبقى الانسر هيبقى كام؟ هيبقى 5 سنتيمتر. The range of the function fx equal 4 sin 3x، احنا اتفقنا ان الرينج بيبقى عباره عن ايه؟ الرينج بيبقى من النيجاتيف a للبوستيف a. طب مين هي الايه؟ الرقم اللي بره الساين، يبقى من النيجاتيف 4 للبوستيف 4.
if ال L وال M are the two roots of the equation x square plus 3x plus 3 equal 0 then the equation has two roots L M and L plus M. طيب أول حاجة بس كده احنا بنقسم البيج كده نصين، هنا بنشتغل على ال equation اللي هو مديها لي اللي هي x بار 2 plus 3x plus 3، وهنا بنشتغل على الإيكويجن التانية اللي التو روتس بتاعتها ال ام و ال بلس ام، ده كده وان روت وده كده السكند روت. طيب احنا هنا أول حاجة أطلع ال A بون ال B بسري ال C بسري. طيب ايه اللي أنا أقدر أطلعه هنا؟ مش التو روتس هنا واحد اسمه ال وواحد اسمه ام؟ أيوه يا مستر، يبقى أنا أقدر أطلع ال بلس ام. طب مين ال ال بلس ام؟ نيجاتيف بي أوفر A، يعني نيجاتيف 3 أوفر 1 يعني بنيجاتيف 3. طب مين ال L تايم ال M؟ ال product. ما هو بص يا حبيبي أنا بطلع sum و product، ال two roots اللي أنا بطلع لهم واحد اسمه L والتاني اسمه M، فال sum بقى اسمه L plus M وال product بقى اسمه L تايم M. طيب ال product هو C over A يعني 3 over 1. طيب يبقى إيه اللي أنا طلعت بيه من الجنب اللي من الجنب الشمال اللي أنا عامله ده؟ إن ال L plus ال M ب negative 3 وإن ال L تايم ال M بكام؟ ب 3. ده انا كده خلاص، ده انا كده معايا التو روتس اللي هو اللي عايز يعملهم، واحد ده كده ب 3 وده كده بكام وده كده بنيجاتيف 3. يعني انا لما اجي اقول هنا ايه، انا عايز سم، مش انا عشان اعمل ايكويشن لازم يبقى معايا سم وبرودكت، عشان انا عايز سم يبقى 3 بلس نيجاتيف 3. ما هو التو روتس واحد اسمه 3 والتاني اسمه نيجاتيف 3 يبقى السم بتاعهم كام؟ 0. طب انا عايز برودكت، طب مين البرودكت؟ 3 تايم نيجاتيف 3 اللي هو عبارة عن مين؟ نيجاتيف 9 اكس باور 2 ماينس السم بزيرو يبقى مفيش سم بلس البرودكت بلس مين؟ نيجاتيف 9. طبعا بوستيف نيجاتيف تديني نيجاتيف، يبقى اكس سكوير ماينس 9 ايكوال زيرو. يا مستر ده مفيش غير بلس 9. لا غلط. طب دي يا حبيبي ما هي اكس سكوير، لما ندخل لها ال 9 جوه تبقى ماينس 9، يبقى الكلام عندي هو لتر مين؟ هو لتر بي في نمبر 8. لو كان ال ال زد بارلل للواي اكس وكان التو لاين سيجمنت واي زد واكس ال عملوا انترسكت ات الام، وكانت الاكس ام ب 2.5 والام ال ب 6 وكانت الواي ام ب 2 وكانت ال ال ام انا قلتها ب 6، طب انا عايز الام زد. يا جماله ما عنديش اي مشكله، ده كده الموضوع سهل جدا يا مستر، ادام انا عندي بارلل لاينز اللي هو مين؟ ال ال زد بارلل للواي اكس. اللي انا بقول حاجه وبكتب حاجه، معلش يا جماعه، للواي اكس. اللي انا بستفاده ان الترانسفيرسال بيتقطع لبروبورشنال بارتس. طب بشكل عامل ازاي؟ ام اكس اوفر ام ال، ام اكس اوفر ام ال. لما جيت ابتديت باللي فوق، يبقى لازم ابتدي برضو هناك باللي فوق، يبقى ام واي اوفر ام زد. مين الام اكس؟ 2.5. طب مين الام ال؟ 6. طب مين الام واي؟ 2. طب مين الام زد؟ ده اللي انا عايزه كروس مالتيبليكيشن، يبقى الام زد ايكوال 2 تايم 6 اوفر 2.5. 2 تايم 6 اوفر 2.5 اللي هي ادتني كام؟ ادتني 4.8، ادتني 4.8 سنتيمتر اللي هي لتر سي. The solution set of 4 minus x square greater than or equal 0. طيب انا اول حاجه ال 4 minus x square دي بساويها بالزيرو، نودي ال x square السايد التاني فتبقى ال x power 2 equal 4، الباور 2 بتروح السايد التاني فتبقى x equal positive or negative square root لمين؟ لل 4، يعني ال x equal positive or negative 2، ومن هنا بيطلع لي النمبر لاين بتاعي، ادي ال negative 2 بتطلع 0 وادي ال 2 بتطلع 0. ال coefficient of ال x power 2 positive ولا negative؟ negative، يبقى same opposite same. جميل جدا. طيب مين السيم؟ احنا قلنا نيجاتيف. مين الاوبزيت؟ قلنا بوزيتيف. مين السيم؟ قلنا نيجاتيف. طيب بعدين احنا عايزين جريتر ذان او ايكوال زيرو،
يعني عايزين البوزيتيف وزيرو. البوزيتيف وزيرو كان من المسافة دي كده لحد دي، يعني من النيجاتيف تو كلوزد لحد مين؟ لحد تو كلوزد اللي هي لتر A. The ratio between the lenses of the two corresponding sides of two similar polygons is 5 to 4 and the difference between their areas is 27 then the area of the smaller polygon. طيب هو انا معايا مين؟ معايا ratio between the sides اللي هي L1 over L2 اللي هي 5 over 4. طيب ما انا اقدر اجيب ratio كده between the areas اللي هي تبقى عبارة عن مين؟ square sides، يعني 25 over 16. لحد هنا انا زي الفل يا مستر، معايا بقى اريا بتاعت واحد منهم واعمل كروس مالتيبليكيشن. لا انت معاك ديفرنس. طب ادام معاك ديفرنس يبقى انت هتقول ايه؟ هتقول ان الاريا الاولانيه عباره عن 25x وان الاريا الثانيه عباره عن 16x. انا لما يبقى معايا ريشيو ما بين حاجتين ده مش معناها ان ال A1 ب 25 وان ال A2 ب 16، لا دي ريشيو فلازم احط لها كونستانت، فهتبقى ال A عباره عن 25x وال A2 عباره عن 16x. طب انت قايل لي ان الديفرنس ما بينهم ب 27، يعني 25x minus 16x الكلام ده equal كام؟ 27. 25 minus 16 ده ب 9، يبقى ال 9x equal 27، يعني ال x equal كام؟ 27 over 9، يعني ال x ب 3. بس انا كده كده ما كنتش عايز ال x، انا عايز ال smaller، عايز الصغيرة اللي هي 16x. يبقى ال a2 هتبقى عبارة عن 16 times 3. 16 times 3 دي اللي هي equal كام؟ اللي هي equal 48 سنتيمتر سكوير اللي هي letter D. sin 180 minus theta times sec 270 plus theta. طيب مبدئيا كده بص يا حبيبي، انت لازم في الاول كده لازم تبقى عارف الموضوع ده كويس جدا. as all positive في الفيرست كوانت، sin والcosec positive في السكند، التان والكوتان بوزيتيف في الثيرد، الكوزاين والسك بوزيتيف في الفورث. لو الانجل في الفيرست كواد فبتبقى 90 ماينس ثيتا، لو في السكند كواد 90 بلس ثيتا او 180 ماينس ثيتا، لو في الثيرد كواد يبقى 180 بلس ثيتا او 270 ماينس ثيتا، لو في الفورث كواد 270 بلس ثيتا او 360 ماينس ثيتا. طبعا انا في كل امتحان هيرسم لك الرسمه الحلوه دي، بس انا دلوقتي بعد كده خلاص لما يجي يقابلني سؤال على الموضوع ده ان شاء الله باذن الله مش هرسمها، انت خلاص بقيت فاهمها. طيب تعال بقى نبدا نشوف ايه يا مستر المعلومات المهمه اللي انت عايز تقولها لنا تاني قبل ما تبدا لحل الناس الجود والناس الباد. مين هم الجود؟ ال 180 والمين وال 360. مين الباد؟ الاشرار مش عارف نقول عليهم ايه، يعني 90 و 270. طيب 180 ماينس، انا عندي كم خطوه بحلها؟ عندي اربع خطوات. اول حاجه حدد الكواد، 180 ماينس دي انهي كواد؟ سكند كواد. طيب الساين في السكند كواد بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف الحمد لله. طيب ال 180 جود ولا باد؟ طيبة غلبانة متعملش أي حاجة تتشال، يبقى الأنسر هنا قد مين؟ قد ساين سيتا. طيب 270 بلس، 270 بلس ده أنهي كواد؟ فورس كواد. السيك في الفورس كواد الحمد لله بص. طيب ال 270 طيبة ولا شريرة؟ باد. بتعمل ايه بقى؟ تفضل تضرب في السك، تفضل تضرب في السك، تفضل تضرب في السك لحد ما تخليها ايه؟ كوسك سيتا. طيب يبقى انا دلوقتي عندي ايه بس عشان انت تبقى فاهم؟ طبعا البوست دي ملهاش لازمه، طبعا البوست دي كده ملهاش لازمه عشان انت ما تتلخبطش. انا عندي ساين سيتا تايم كوسك سيتا. طب هي مين هي الكوسك؟ الكوسك دي الريسيبروكال بتاع الساين، يعني انا دلوقتي بقول ساين سيتا تايم 1 اوفر ساين. طبعا الساين هتروح مع الساين فيتبقى لي كام؟ 1. يبقى الانسر لتر سي اللي هو 1. ABC is a triangle in which measure angle A equal 90. تمام حلوة. وال AD perpendicular على ال BC جميل جدا. ال AB equal 6 وال AC equal 4.5. عايز اجيب ال AD. طول مبدئيا بس كده ده كده انا هحلها بجيب 2 دي Euclidean theorem. In triangle ABC measure since ان measure angle A equal 90 وان ال AD perpendicular على ال BC. جميل جدا يا مستر، ده شرط اكليديان.
قبل ما تبدأ تحل، مش انت عندك، انت عارف باي سيجرس لازم يبقى معاك البي سي قبل ما تحل. ادي البي سي، البي سي ده سايد ولا هايبوتنس؟ هايبوتنس، يبقى 6 باور 2 بلس 4.5 باور 2 اديتني 7.5. مين بقى اللي انا اقدر اجيبه هنا من اكليديان؟ الاي دي، الجناحين بتوع ال 90 divided by ال hypotenuse، يبقى اي سي تايم اي بي اوفر البي سي، يعني 6 تايم 4.5 اوفر 7.5. اديتني 18 اوفر 5 اللي هي 3.6، اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر بي. الام اذا سيركل وير الاي بي عمل انترسكت مع الاكس، مع الاكس سي ات البوينت اكس، وكانت الاكس اي قد تو الاي بي. طيب اكس اي قد تو الاي بي، يعني انا ممكن اشيل الاكس اي واحط مكانها مين؟ تو اي بي. وكان الاكس دي ب6 وكان الدي سي ب10، عايز اجيب الاكس بي كله بكام؟ طيب قلت له اول حاجه ده بس ده سيكند، بص بدأ من بره ووصل لنهايه السيركل، بدأ من بره وصل لنهاية السيركل، أنا ما عنديش مشكلة معاه، يعني ولا محتاج أكمل حاجة ولا أعمل أي حاجة. طيب مين التقسيمة بتاعت السيكنت؟ إكس إي تايم إكس بي هتبقى إيكوال إكس دي تايم إكس سي. جميل جدا، مين الإكس إي؟ إحنا لسه قايلين تو إي بي. طب مين الإكس بي؟ ما دي تو إي بي ودي إي بي، يبقى 3 إي بي ايكوال الاكس دي بكام؟ ب6. طب مين الاكس سي؟ 16. 2 تايمز 3 ب6، اي بي تايم اي بي باي بي باور 2، 6 تايمز 16 ب 96. نحل الايكويشن دي، ال 6 دي تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى الاي بي باور 2 ايكوال 96 اوفر 6 اللي هي ادتني 16، يبقى الاي بي باور 2 ايكوال 16، يبقى ال AB equal square root لل 16، وطبعا بوست اوف بس اللي هي بكام؟ ب4. طب انا جبت ال AB 4 يعني ده كده ب4، وده 2 تايم 4 يعني 8، يبقى ده كله بكام؟ ب12. ولازم نتاكد بقى من فكره هو عايز ايه في الاخر دي، علشان ما نبقاش بنجاوب على حاجه غلط. The angle was measured 495 in standard position is equivalent to angle was measured. أول حاجة بس 495 دي minus 360 ادتني 135، يبقى الأنجل اللي من الزيرو لل 360 هي 135. طيب باي أوفر 4 180 أوفر 4 دي 45. طيب 3 باي أوفر 4 3 تايم 180 أوفر 4 دي 135، يبقى انا الاجابه بتاعتي 135 اللي هي لتر بي. لو كان ال اي بي سي از تراينجل وذ ال بي سي بارلل للدي اي، وكان الدي سي بايسكت للانجل اي سي بي، الاي اي اوفر الاي سي هتبقى ايكوال مين؟ طيب هو انا اللي انا عارفه، انا عندي ده بارلل ده، يبقى الف ب كده الاي اي over ال EC هتبقى equal مين؟ هتبقى equal AD over DB، بس دي أكيد مش هنلاقيها بسهولة كده، هي مش موجودة أساسا. أه تمام، يبقى equal ال AD over ال DB. طيب هو بيقول لي بقى هي قد ال AD over ال AB؟ أه هو منطقي، أنا بقول لك قد ال AD over ال DB، يبقى أكيد مش قد ال AD over ال AB. طيب قد ال AD over ال AE؟ طب قد ال AC over ال CB؟ طب قد ال DE over ال BC؟ بص بقى هنا في حاجة، هو ما قالش ال bisector لل interior دي كده ايه يعني ذكاء منه، لا هو ما ينفعش، ادام ده bisector لل interior يبقى بيعمل ايه؟ بيخلي ال two sides of the triangle proportional مع two parts of the base. يبقى انا لما اجي اقول لك AC over CB هيبقى قد مين؟ انا ابتديت من ال C لل A ومن ال C لل B، يبقى AD over DB. طب ايه ده؟ ايه ده؟ بص ده اللي انا كنت واصل له فوق، AD over DB وده AD over DB، يعني ال AE over EC قد ال AC over CB اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر C. The terminal side of an angle theta in a standard position intersects
intersect the unit circle at the point root 5 over 3 و negative 2 over 3. Then cosine pi over 2 plus 90 و sine 2 pi minus theta. طيب الأول قبل ما أحل أنا لازم أعرف إن اللي أنا هجيبه ده هيبقى عبارة عن إيه. 90 plus theta دي second quad، يعني الأنسر هيبقى negative لأن الكوزين في السكند كواد negative. ال 90 طيبة ولا شريرة؟ شريرة جدا، تفضل تضرب في الساين لحد ما في الكوزين لحد ما تخليها ساين، يبقى أنا عايز negative sine theta بلس. ال 2 باي دي ب 360 360 دي فورس كواد. طيب الساين في الفورس كواد بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الساين في الفورس كواد نيجاتيف. طب ال 270 طيبة جدا ما بتعملش حاجة بتتشال، يبقى الانسر هنا نيجاتيف ساين ثيتا. يبقى اللي انا محتاجه محتاج ابقى عارف ساين ثيتا بكام. طيب مش ده اكس ودي واي ودي بوينت عملت انترسكت مع اليونت سيركل، يعني الساين ثيتا هي عبارة عن الواي، يعني بنيجاتيف 2 اوفر 3. يبقى انا دي نيجاتيف تايم نيجاتيف 2 اوفر 3 ماينس نيجاتيف 2 اوفر 3. احنا بنتكلم في نيجاتيف نيجاتيف يعني 2 اوفر 3 ماينس ماينس يعني بلس 2 اوفر 3. يبقى الانسر هيديني كام؟ 4 اوفر 3 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر بي. ان ذا اوبوزيت فيجر، لو كان ال ال اكس ال ال زد بارلل للواي ام بارلل للواي اكس بارلل للان ام، وكانت الاكس ام اكس ام قد ال ان ال. طبعا زي اللي كان متعودين معايا على طول، اول ما بلاقي حاجتين شبه بعض بحط مكانهم اكس. طيب انا عايز الاكس ام. طب بص يا استاذ، دول بارلل لاينز ودول ترانسفيرسال. البارلل لاينز بيعملوا ايه في الترانسفيرسال؟ بيقسموه البروبورشنال بارتس. طيب اللي انت عايزه بقى، عايز تقول ايه؟ عايز تقول اكس اوفر 3 ايكوال 4 اوفر اكس، ما عنديش مشكله. طيب بعدين خلاص، انا الصعوبه اللي عندك انا حليتها لك بالاكستين اللي انا حطيتها دي. نعمل كروس مالتيبليكيشن، اكس تايم اكس باكس سكوير، 3 تايم 4 ب 12، الباور 2 تروح السايد الثاني تبقى روت، يبقى روت 12. روت 12 ده اللي هو كام؟ روت 12 اللي هو 2 روت 3. يبقى الاجابه عندي 2 روت 3 اللي هي لتر بي. The simplest form of i power 2022. طب اول حاجه ناخد ال 2022 دي اعملها divide by 4، طلع الانسر 505.5. انا اللي يهمني البوينت 5، البوينت 5 دي يعني الاجابه عباره عن i power 2. طب ال i power 2 دي بكام؟ دي ب negative 1 اللي هي letter b. In the opposite figure، لو انا عندي circle ال a ال B A ده ray عمل intersect مع C D ray outside the circle في point اسمها X، وكان ال arc B C 150. عايز المجر بتاع ال arc A D. طيب مبدئيا كده، هي دي angle inside ولا outside؟ دي outside، يبقى المجر بتاعها مين؟ half the difference between the two opposite arcs. يبقى بقول له ال B A عمل intersect مع C D at the point X. جميل جدا، يبقى measure angle X عبارة عن مين؟ half، وافتح براكت، measure ال arc BC minus measure ال arc AD. طيب ال x دي بكام؟ ب 46، وادي ال half. مين ال BC؟ 150. مين ال AD؟ ده اللي انا عايزه. طيب ال half ده تايم، يروح السايد التاني يبقى divide، 46 divided by ال half ادتني ايه؟ 92 equal 150 minus measure ال arc AD. minus measure ال arc AD تروح السايد التاني تبقى بلس، و 92 تيجي هنا تبقى minus. يبقى measure ال arc AD equal 150 minus 92 اللي ادتني 58 degree اللي هي letter mean اللي هي letter A. The function fx هي عبارة عن x minus 1 time x plus 4 is positive at the expression. طبعا هو الراجل هنا راجل طيب جدا، عمل لي الفاكتورايز، يعني ال x minus 1 وال x plus 4 دي equal 0، يعني يا اما ال x ب 1 يا اما ال x بكام؟ ب negative 4. طيب بروح انا اروح رايح اعمل ال number line بتاعي، ادي ال negative 4 بتطلع 0 وادي ال 1 بتطلع 0. طب بعدين يا مستر عايزين نعمل ايه؟ ما هو انا عايز اعرف بس من انا عايز اعرف يعني، اصل انا بلاقي ناس حلوه كده بتروح رايحه ملاقي مدخل الاكس على الاثنين ويجمع وبعد كده يعمل فاكتورايزر. يا عم انا كل اللي انا عايزه عايز اعرف الاكس باور 2 بوزيتيف ولا نيجاتيف.
اكس تايم اكس باكس باور 2. الراجل ده طيب وغلبان، بص طب اهو، يبقى سيم اوبوزيت سيم. طيب احنا اتفقنا ده بوستيف ده نيجاتيف ده بوستيف، هو بيقول لي امتى بوستيف؟ كده بوستيف عند الار كلها ما عدا المسافة من النيجاتيف 1 للفور. طيب المسافة من النيجاتيف 1 للفور دي كانت نيجاتيف، طب ما النيجاتيف 1 والفور دول طلعوا زيرو، يبقى انا مش عايزهم، يبقى عدا ما عدا من النيجاتيف 1 والفور وما عدا النيجاتيف 1 وما عدا الفور، اللي هو لتر مين؟ اللي هو لتر دي. If the two roots of the equation x power 2 plus 4 x plus k are real and different, real different, real different، ده معناه ايه؟ معناها ان ال b power 2 minus 4 a times c greater than 0. طب اول حاجة مثلا نطلع ال a، ال a بكام؟ ب 1، ال b بكام؟ ب 4، ال c بكام؟ ب k. b power 2 يعني 4 power 2 minus 4 times ال 1 times k greater than 0. 4 باور 2 دي ب 16، 4 تايم ال 1 تايم ال k ب 4 k greater than 0. بالله عليكم بقى دي 16 ماينس 4 k ما ينفعش اعمل لهم ماينس لان دول unlike terms. 16 دي بص امشي بس معايا واحده واحده، 16 دي بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف، يبقى تروح السايد التاني تبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 4 k greater than نيجاتيف 16. النيجاتيف 4 دي تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، لما بعمل ديفايد على رقم نيجاتيف، لما بعمل ديفايد على رقم نيجاتيف ايه اللي بيحصل في الساين؟ بيتعمل لها تشينج، يبقى ال كي سمولر ذان نيجاتيف 16 اوفر نيجاتيف 4، يعني ال كي سمولر ذان ال 4. طيب سمولر ذان ال 4 دي يعني انا عايز ايه؟ عايز الارقام اللي اصغر من ال 4. طب مين الارقام اللي اصغر من ال 4؟ رايح للنيجاتيف انفينيتي، يبقى من النيجاتيف انفينيتي لحد الفور اوبند، من النيجاتيف انفينيتي لحد الفور اوبند اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر اي. اي بي سي از رايت انجل تراينجل ات الاي، تمام، وكانت الدي بيلونج للبي سي ري، وكان الاي بي ايكوال 12 والاي سي ايكوال 16. ادي السيتا بره، انا عايز احسب تان سيتا. طيب اول حاجه يا استاذ السيتا دي موجودة فين؟ دي بره الرايت انجل ترينجل، دخلها جوه بقى عشان نحسبها بسهولة. طيب مش دول سبليمنتري؟ اه يا مستر. طيب يبقى اللي جوه دي بكام؟ ب 180 ماينس سيتا. طب انا عايز احسب دي يا مستر، انا عايز تان سيتا مش تان 100 يا حب، من 180 دي طيبة سيبها هنعرف نشتغلها، يبقى تان 180 ماينس سيتا، اه اوبوزيت اوفر ادجسنت يعني 16 اوفر 12، يعني التان 180 ماينس ثيتا ايكوال 4 اوفر 3. تمام بعدين نضحك عليها بقى، ال 180 ماينس ثيتا دي موجوده في انهي كواد؟ سكند كواد، يعني التان هتبقى مالها؟ نيجاتيف 180. طيب هنضحك عليها ونمشيها، يلا يلا امشي، مشيت طيبه جدا، يبقى لي نيجاتيف تان ثيتا تبقى ايكوال كام؟ 4 اوفر 3. طب من النيجاتيف دي تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى تان سيتا ايكوال نيجاتيف 4 اوفر 3 اللي هي عباره عن كام؟ لتر دي نيجاتيف 4 اوفر 3. If the roots of the equation 4x square minus 20x plus m are equal، then ال m equal، ده معناها ان ال b power 2 minus 4a times c equal 0. طيب ال a بكام؟ ب 4، ال b بكام؟ بنيجاتيف 20، السي بكام؟ بام، يبقى نيجاتيف 20 باور 2. بص 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 انا اهو حطيتها جوه براكت، انت بقى مش عايز تحطها جوه براكت، يبقى نيجاتيف 20 اول باور 2 ماينس 4 تايم ال 4 تايم الام ايكوال 0، نيجاتيف 20 باور 2 ادتني 400 ماينس 16 ام ايكوال 0. اياك اياك يا حبيبي، اياك ما بي والله ما بيتعمل لهم ماينس، دي الماينس 16 ام دي شايف دي كده؟ طب دي السايد التانية تبقى بلس، يبقى 16 ام ايكوال 400، 16 دي تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد فتطلع 25، يبقى الام ايكوال 25 اللي هي لتر دي. If one of the roots of the equation x power 2 minus b plus 4x minus 9 is additive inverse to the other. Adam one من two roots is additive inverse to the other. ده معناها ان coefficient الاكس ايكوال 0
يعني ال b plus 4 equal 0، يعني ال b equal كام؟ negative 4 على طول. طب يا مستر رجع لي بقى على الجزئية دي كده، ما هو لو كان ال 1 من ال 2 roots is multiplicated by inverse to the other، ده معناها ان coefficient ال x power 2 اللي هو ال a قد ال c. اما لو additive inverse، ده معناها ان ال coefficient بتاع ال x اللي هو ال b equal 0، يعني ال b plus 4 equal 0، يعني ال b equal كام؟ يعني ال b equal negative 4 اللي هي letter A. ال AB is a tangent to the circle M at ال B، وكانت ال AB equal 6، وكان الراديوس اللي هو ال CM وال MD ده 2.5 وده كمان 2.5. عايزين ال AD، يا جماله يا جماله، ادي ال AB باور 2 هيبقى equal AD تايم مين؟ تايم AC. طيب يا مستر، AB باور 2 يعني 6 باور 2، مين ال AD؟ ده اللي انا عايزه. مين ال AC؟ ما ينفعش، عايز تسيبها AC ازاي يعني؟ ما ينفع، ما يبقى عندي 2 unknown. يبقى انا اعمل ايه؟ افتح 2 brackets كده. مين ال AC بقى؟ انا هكتبها AD plus 2.5 plus 2.5 اللي هي 5 يعني. طيب دي 36. AD تايم AD AD باور 2. AD تايم 5 5 AD. يا مستر ده AD باور 2 و AD ده كده فاكتورايز، يا مستر ازاي هعمل فاكتورايز ومفيش اكس؟ لا يا حبيبي، ان شاء الله تلاقي اي حاجه هنا، اي حاجه باور 2 بلس كوفيشنت رقم جنب الحاجه دي ايكوال. يعني لا مش فاهم، اقول لك لو انا لقيت احمد معمول له باور 2 بلس رقم جنب احمد بلس رقم تاني ايكوال 0، ده معناها ان الشكل ده اقدر اعمل له فاكتورايز. فالاي دي باور 2 بلس 5 اي دي ماينس 36 ايكوال 0. بكتب ايه على الفهم؟ انا مش عارف ازاي هعمل دي فاكتورايز ازاي يعني. مين هي الكوفيشنت اوف الاي دي باور 2؟ 1. يبقى الاي ب 1 ده اللي انت هتكتبه على الكالكوليتر. البي بكام؟ البي ب 5. السي بكام؟ بنيجاتيف 36. طيب طلعت لي على الكالكوليتر الاي دي والاي دي. الاي دي هنا طلعت كام؟ فطلعت نيجاتيف 9 وطلعت بوزيتيف 4. طبعا نيجاتيف 9 دي ريفيوزد، يبقى الاي دي بكام؟ الاي دي طلعت بفور اللي هي لتر اي. طيب هنا بيقول لي لو انا عندي ساين ثيتا بلس 10 ايكوال كوزين 40 وير الثيتا من ال 90 ل 180، هي دي المشكله. لو كان قال الزيرو الثيتا من الزيرو لل 90 كنت هاخد ده بلس ده اقول له ايكوال 90 ورايح دماغي. طيب يبقى انا هنا عندي جنرال سولوشن، هجيب الجنرال سولوشن واشوف مين الايكويجن اللي مين الفاليو اللي هتنفع. طيب انا قلت الفا بوزيتيف اور نيجاتيف بيتا ايكوال 90 بلس 360. طيب اول حاجه الالفا دي اللي هي ثيتا بلس 10 بلس، هاخد اول مره البلس 40 ادي 90 بلس 360. طيب يبقى ثيتا بلس 50 ايكوال 90 بلس 360. 50 دي تروح السايد التاني تبقى ماينس، يبقى الثيتا ايكوال 90 minus 50 اللي هي 40 plus 360، يبقى أول value للثيتا هتبقى 40 والتانية هتبقى 400. الاتنين مش في الإيه، مش من ال 90 لل 180. طيب ناخد ثيتا plus 10 minus 40 equal 90 plus 360، تبقى ثيتا minus 30 equal 90 plus 360. الماينس 30 دي تروح السايد التاني تبقى بلس، يبقى الثيتا ايكوال 90 بلس 30 بلس 360، يبقى الثيتا ايكوال 120 بلس 360. طيب يبقى اول فاليو لما الان هتبقى بزيرو هتبقى الثيتا بكام؟ ب 120. طب مش ال 120 دي انكلودنج بتوين ال 90 وال 180، يبقى اول فاليو عندي هي كام؟ هي 120. In the opposite figure لو انا عندي ال AB ABC in which ال AB in which ال BC parallel لل DE، عايز يجيب ratio ما بين ال area of triangle ADE وال trapezium BDED. طيب اول حاجة بس كده نقدر اجيب ال ratio ما بين ال area بتاعت ال triangle اللي فوق و ال triangle الكبير. ليه؟ عشان هما similar. طب ليه similar؟ ما انا ادام عندي ال BC parallel لل DE اللي انا استفدته إن therefore triangle AED similar to triangle ACB من البرل، يبقى therefore AE over AC
هتبقى 1 2 كام؟ 1 2 3 صح، وده 1 وده كله 3. طيب يبقى ال area of triangle AED over area of triangle ACB هتبقى equal square للسايدز، يعني 1 over 3 بار 2 اللي هي كام؟ 1 over 9. يبقى أنا لو قلت على ده x هيبقى ده كله كام؟ 9x. طيب يبقى ده بكام؟ 9 minus 1 اللي هي 8x. طب أنا عايز أرش بين اللي فوق والترابيزيوم، يبقى 1x over 8x اللي هي 128 اللي هي letter D، اللي هي letter D number 28. طيب بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر، لو انا عندي الفيجر اللي قصادي ده عباره عن اي بي سي دي، ده كوادريلاترال ان ويتش الاي بي ايكوال اي 6 والاي دي ايكوال 4 والبي سي ايكوال 9 والدي سي ايكوال 6، وكان الاي اي بايسكت للانتيريور انجل بي اي دي. عايز يعمل بروف ذات ان السي اي بايسكت للانتيريور انجل بي سي دي. طيب اول حاجه سنس ان ال AE ماله bisects للانجل A، اللي انا استفدت في الوقت ده ان two sides of the triangle ان AB over AC قد ال BE over ED. طب ما الكلام ده بكام؟ ب 6 over 4. 6 over 4 يعني الكلام ده بكام؟ ب 3 over 2. طيب يبقى انا معايا ريشيو ما بين ده وده 3 over 2، فقلت له ان تراينجل سي دي بي، عشان معايا ده ب 9 وده ب 6. قلت له طب ما انا اقدر اقول ان البي سي اوفر السي دي ب 9 اوفر 6 اللي هي 3 over 2. طب ما انا عندي ان البي اي اوفر الدي اي انا لسه جايبها ب 3 over 2، يعني كده دلوقتي كده الريشيو بتوين السايدز add the ratio between the two parts of the base يبقى therefore CE bisects ال angle BCD. نشوف اللي بعديه. AB is the diameter of the circle whose radius length is 12. The chord AC is drawn such that the measure BAC equal 50. Find the length of the arc AC. طيب أول حاجة بس كده، دي مين؟ دي السيركل. لا عايز ارجعها تاني. طيب نسيبها تاني. ايه دي كده السيركل. طيب ده الديامتر. مين الديامتر؟ الديامتر ايه دي؟ طيب قال لي ان انا اترسم كورد اسمه اي سي، ماشي ادي الاي سي اهو، such that ان الميجر انجل سي بي اي سي كانت 50. جميل جدا، ده السنتر. ماشي عايزين اللينس بتاع الارك اي سي. طيب انا قلت له اول حاجه انا عايز اوصل ده بده عشان ده يبقى ريديوس. اصل انا بص انا عايز لينس في الارك، انا عشان اجيب اللينس في الارك لو انا معايا ريديوس ومعايا الميجر بتاع السنترال انجل اعرف اجيب اللينس بتاع الارك. اه انا استغربت على فكره وانا بحل ان الدرس ده ما جاش عليه حاجه فهو شاله للمقال اهو. طيب انا اول حاجه ده ريديوس وده كمان ريديوس، يبقى التراينجل ده ايسوسلس تراينجل، دي 50 ودي 50، يبقى دي بكام؟ ب 80. يبقى انا معايا الميجر بتاع السنترال انجل. طيب دي مين دي؟ دي الميجر بتاع السنترال انجل بس بالديجري، يبقى انا معايا ميجر الانجل اي ام سي ب 80. طيب انا عايزها بالراد، قلت له يبقى سيتا راد ايكوال 80 تايم باي اوفر 180. 80 تايم باي اوفر 180 اديتني 4 اوفر 9 باي. جميل جدا، كان معايا الثيتا راد ومعايا الريديوس ب 12. طب انا عايز ال ال، ادي ثيتا راد تبقى ايكوال ال اوفر ار، يعني ال ال ايكوال ثيتا راد تايم ريديوس، يعني 4 اوفر 9 باي تايم 12. ثانية، ادي 4 اوفر 9 باي تايم 12 اللي ادتني كام؟ 16 over 3 by 16 over 3 by سنتيمتر، يعني ده length of arc، length بتاع الارك بيبقى بالسنتيمتر. if ال L plus 3 and ال M plus 3 are the two roots of the equation x square minus 12x plus 3 find the equation whose two roots L and M.
طيب مبدئيا كده نقسم البيت دي نصين. انا هنا شغال على واحده الروتس بتاعتها ال بلس ام و ال بلس 3 و ام بلس 3. طب الايكويشن شكلها عامل ازاي؟ اكس باور 2 بلس 2 ماينس 12 اكس بلس 3 ايكوال 0. طيب اول حاجه ال a ايكوال كام؟ 1. ال b ايكوال كام؟ نيجاتيف 12. ال c ايكوال كام؟ 3. طيب اول حاجه مثلا انت تقدر تجيب السم اللي هي ال بلس 3 بلس ام بلس 3، تبقى عباره عن ايه السم ده؟ نيجاتيف b اوفر a. طيب تعال بس نظبط شكله كده عشان هو مش عاجبني. طيب يعني ممكن اقول هنا ال بلس ام و 3 بلس 3 بكام؟ ب 6. مين النيجاتيف b؟ نيجاتيف النيجاتيف 12 يعني 12 اوفر 1. جميل جدا، شايف الشكل الحلو الايكويشن اللي انا طلعتها ده، اقدر اجيب منها ال بلس الام. دي 6 تروح السايد التاني تبقى ماينس، يبقى ال ال بلس الام ايكوال 12 ماينس 6 اللي هي ب 6. يبقى انا كده جبت ال ال بلس الام ب 6. طيب ما انا اقدر اجيب برودكت. مين البرودكت؟ ال بلس 3 تايم ام بلس 3. الكلام ده هيبقى عبارة عن مين؟ سي اوفر اي. طيب الاول نعمل التايم، ال تايم ام ال ام، ال تايم 3 3 ال 3 تايم ام 3 ام 3 تايم 3 9. الكلام ده ايكوال سي اوفر اي اللي هي 3. طيب يا مستر ادي ال ال تايم الام دي انا مش عارف اجيبها، ناخد من هنا ال 3 كومن، هيبقى لي ال بلس ام بلس 9 ايكوال 3. انا لسه جايب ال ال بلس الام ب 6، يبقى ال ال تايم الام بلس 3 تايم 6 بلس 9 ايكوال 3. يبقى ال ال تايم الام 3 تايم 6 ب 18، 18 بلس 9 ايكوال 3، 18 بلس 9 اللي هي ب 27. 27 تروح السايد التاني تبقى ماينس، يبقى ال ال ام ايكوال 3 ماينس 27، يبقى ال ال ام ايكوال نيجاتيف 24. يبقى انا هنا قدرت اوصل ان ال ال تايم الام بنيجاتيف 24، عشان هنا عايز اعمل ايكويشن التو روتس بتاعتها، واحده اسمها ال وواحده اسمها ام، يبقى السم بتاعهم ال بلس الام اللي هي 6، البرودكت ال تايم ام اللي هي بكام؟ اللي هي بنيجاتيف 24. طيب يبقى الايكويشن بتاعتي اكس باور 2 ماينس سم اكس بلس البرودكت، طب ما هو بلس ونيجاتيف يبقى نيجاتيف 24 ايكوال 0، يبقى اكس سكوير ماينس 6 اكس ماينس 24 ايكوال 0. لو كان ال اي بي بارلل لل دي سي بارلل لل اي اف، وكانت ال اي سي ايكوال 5، وكانت ال اف كي ايكوال 7.5، وكان ال اي بي كله ب 18. عايزين بقى نجيب كذا حاجة كده، ركز بقى هنا، عايزين نجيب الدي بي، عايزين نجيب الكي اي. طيب اول حاجة بس كده، اول حاجة البي اي بارلل للدي سي بارلل للاي اف، كده خلاص ده مفتاح، بص حل حاجات كتير اوي. طب انا عايز ده ومعايا ده كله، طب ما انا اقدر اقول له therefore دي بي اوفر بي اي. جميل جدا، بيقابل مين السايد التاني؟ AC over AF. طيب مش انا معايا كل ده؟ ايوه، ما انا ما كنتش هختار ال AF لو مش معايا كل ده. طيب ال DB بكام؟ ده اللي انا عايزه. طب ال BE 18، ال AC ب 5، ال AF 5 بلس 10 بلس 7.5 اللي هي ادتني كام؟ ادتني 22.5. نعمل كروس مالتيبليكيشن، فالدي بي هتبقى ايكوال 5 تايم 18 اوفر 22.5، ادتني 4. يبقى اول حاجة الدي بي طلعت بكام؟ الدي بي طلعت ب 4. ماشي، هو عايز بقى الكي اي. طب انا اقول لك على حاجة مثلا متحلها بنفس الطريقة. ماشي، ادي الكي اي اوفر كي اوفر اي over e b هتبقى equal ال f k over f a. طب مين ال k e ده اللي انا عايزه؟ طب مين ال k b 18، مين ال f k 7.5، مين ال f a عايز اطلعه 22.5. نعمل cross multiplication، يبقى ال k e equal 18 times 7.5 over 22.5.
تلات بسيكس سنتيمتر، يبقى أنا طلعت ده فور وطلعت التاني بسيكس سنتيمتر. ABC is a triangle in which D belong to BC. BD equal 4 والDC equal 5. AB equal 6 AC equal 8. Prove that the triangle ABC similar to triangle DBA. طيب بعد كده هات اللينس بتاع الـ AD. طيب قلت له بس مبدئيا كده الـ ABC والـ ABD يعني الكبير واليمين ده في منهم الـ angle B common، يبقى أول حاجة in two triangle ABC and triangle DBA. حتى بص ال B بتقابل ال B since إن angle B is common angle. جميل جدا. طب ال angle B دي في ال triangle الصغير حواليها كام؟ 6 و 4. طب في ال triangle الكبير يبقى في ال triangle الصغير 6 و 4، في ال triangle الكبير 6 و مين 6 و 9. 6 وكام؟ و9. الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير. طيب فانا قلت له ايه، انا هشتغل طبعا زي ما هو كاتب ان الكبير الاول. يبقى اول حاجه قلت له سنس البي سي، البي سي اوفر البي اي ان 9 و6، يبقى دي 9 اوفر 6. 9 اوفر 6 اللي هي بكام؟ ب 3 اوفر 2. طيب التانيين اللي هما 6 و4 البي اي ومين تاني والفور اللي هو البي دي كانت ب 6 اوفر 4 اللي هي برضو بكام؟ ب 3 اوفر 2. يبقى انا دلوقتي عندي كومن انجل وعندي بروبورشنال سايتس وعندي بروبورشنال سايتس. طيب ال انكلودد السايتس اللي حواليها يعني بروبورشنال، يبقى ذير فور البي سي اوفر البي اي ايكوال البي اي اوفر البي دي، يعني therefore triangle انا مش هتعب انا هنقل من اللي هو كاتبه ABC similar to triangle DBA. جميل جدا. هو عايز ال A، عايز ال AD. طيب نكمل الريشيو، قلنا AB over DB BC over BA AC over AD. ال AB معايا ب 6 ال DB 4 ال BC ب 9 ال A ب 6 ال A C ب 8 ال A D مش عندي cross multiplication، يعني ال A D كانت عبارة عن 6 times 8 over 9. 6 times 8 over 9 اللي ادتني كام؟ اللي هي ادتني 16 over 3. 16 over 3 سنتيمتر. وبكده يبقى الاكزام الاولاني انتهى معانا، يا رب تبقوا استفدتوا. وطبعا انت المفروض لو انت اول مرة تتابعني او ان انت اول مرة تتفرج، ده مش هيفيدك قوي بالشكل الكبير ان انت تتفرج على طول على حل امتحانات. انت المفروض ترجع للسامري اللي معمول للدروس وترجع تتفرج على السامري بتاع الالجبرا والسامري بتاع الجيومتري والسامري بتاع التريد، وبعد كده تبدأ بقى انت تحل بايديك، وبعد كده تشوف اللي انت بتحله بايديك ده اللي بيقف قصادك، فتفتح الامتحانات اللي انا هبقى اعملها علشان تتفرج عليها وتشوف اللي واقف قصادك. نصيحة، الفترة دي هي فترة حل بالايد، لازم تحل بايديك، لازم تحل بايديك، لازم تحل بايديك. لو انت هتفضل تسمع 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 وتتفرج مش هتستفيد حاجة. لازم تحل بايديك وبعد كده تشوف اللي انت بتحله في ايديك ده اللي بيقف قصادك المشاكل اللي فيها. اتمنى ان انتوا تبقوا مستفيدين، واتمنى ان الكلام ده يبقى بيفيدكم. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في امتحان جديد، وشكرا.